بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بالكرام إخواننا المزارعين، أهلا وسهلا بحضراتكم. زيارة للمخزن بتاعنا، وبنقول فيه المخزن لازم عشان تكون ناجح لازم يكون فيه المركبات دهية، تمام؟ المركبات دهية تمام، وتكون مرتبها كده بحيث تدخل من الباب بتاع المخزن تعرف أنت عايز عناكب ولا مبيد حشري ولا مبيد أكروسي، ولا انت عايز المغذيات الورقية اللي احنا شايفينها دهيا، ولا انت عايز الهيوميك أسيد الألماني الجميل دهوا، ولا انت عايز ايه بالضبط. انا محتار بصراحة اقول لك. فعشان تبقى راجل مجتهد وفعلا تتقدم عن اي حد غيرك وتبقى يعني التوب في المكان اللي انت فيه، يبقى لازم حضرتك تكون مركز جامد وتكون منظم وتمد ايدك على حاجة كده تلاقيها، مش تقعد تدور وتقعد يعني ما انتش عارف. مهما كان المكان على القد والمكان ما فيهوش مثلا الرفاهية الزايدة دي، بس انت صدقني ممكن خيمة تلاقي فيها يعني النظام وتلاقي فيها الترتيب، وممكن قصر منيف تلاقي فيه قرف وفيران وصراصير وكل حاجة. فيعني الحاجات دي بتبقى يعني بتبقى حاجات يعني في دم الإنسان اللي هو بيشتغل. وصدقني دايما الإنسان النظيف والمرتب في العمل بتاعه بتلاقيه مرتب في المعيشة بتاعته، بتلاقيه برضو منظم ومرتب في المكان اللي هو بيديره، تمام؟ نيجي نشوف احنا عاملين ايه. احنا المغذيات ورقية اهيا، ده ميتالوسايت مركب طبعا من 20 سنة واكتر، ده ميتالوسايت كالسيوم اهو، تمام، مخلب برضو على احماض امينية. ده كروب، يعني عناصر، مجموعة عناصر موجودة برضو المركب بتاع ميتالوسايد برضو هو كروب، يعني فيه العناصر الصغرى كلها، تمام. ده البوتاسيوم السائل، وعشان الخيار عندي سريع وعشان مشاكله كتير يبقى لازم عندي المركب ده هو والمركب ده هو. على فكرة بتخلطوا مع بعض بقى، الكالسيوم هنا بقول لك اخلطوا، بس هو يتحط في التانك الأول، تمام، واخلطه ما فيش مشكلة. هو بركبه في صورة كيميائية ما تخصنيش ولا تخصك، ولكن هي لا تتعارض مع عملية الخلط بعكس البوتاسيوم الكالسيوم العادي. البوتاسيوم دوت عندي في الخيار يا أولاد لابد ان انا اضيفه ازاي. اضيفه رش على طول بمعدل كل 10 ايام لازم ارشه، بحيث ان ما يظهرش عندي القصة اللي احنا حكينا فيها كتير، تمام، اللي هي قصة نقص الكالسيوم الثمر المستدقة من الخلف، تمام. كروب بلس، كروب اب ده برضو فيه العناصر كلها، المفروض كل 10 ايام بند رشة. ممكن نخلطه ما فيش اي مشكلة خالص، لان هو شركة ميتالوسايت نفسها او المركب بتاع ميتالوسايت بيقول لي كاتب لي ان انا اخلطهم، فهو اهل مكة اضرب شعبها، فالمفروض بنخلط زي هما بيقولوا. برضو البوتاسيوم عندي اهوت بستخدمه. ده المركب طبعا اللي موجود عندنا كلنا، وده الكلباك، وده في الاوكزينات والسيتوكينين، وده طبعا بنلجأ له في لو التزهير عندي فيه مشكلة، لو عندي النبات متقزم ومش قادر يمشي او الجذور فيها مشكلة برضو ببدأ اضيف الكلباك ده هو، بس بكميات مدروسة، سواء انا هضيف ارضي او هضيف ورقي، تمام. بروح بعد كده على الافانت. طبعا انتوا عارفين الافانت ده الفايدت ده بتاع طبعا نيماتودا، وبترش كمان على طبعا الفترة التحريم بتاعته من 7 ل 10 ايام، وده طبعا بنرشه سنة الغرض، ممكن نحقنه في التربة عشان نيماتودا، وممكن نضيفه بالنسبة للتريبس والثقيب المصة، بيجيب نتيجة كويسة فيهم. الكونتور اللي هو كلورا برايد، كلورو امينو برايد، ده طبعا بالنسبة ده للذباب البيضة ممتاز جدا، ولس ثقيب المصة برضو بيقضي عليها، وللمن وكده بيقضي عليهم وقت يا جماعة. كنتور دو أمينة كلورا برايد، تمام. المركب ده اسمه أبلينجو، في مادتين فعال لمبادة والتانية مش فاكر، معيش نظارة بصراحة. ده مركب ده منزلها شركة سان جينتا، وده طبعا أنا مش شايف بصراحة إنه هو جاب نتائج كويسة مع توتا أبسلوت بأمانة، يعني انتوا عارفين أنا ما بجملش. كوراجين طبعا ده المركب المحترم بالنسبة لليرقات بتاعة
بتاعه التوتا ابسليوت. تمام، ده عندنا الرنر، ده طبعا اليوم ده برضو الحرشفية الأجنحة، وده طبعا ما شاء الله بفترة التحريم بتاعته يوم واحد، ترش النهاردة وتجمع بكرة ما فيش مشكلة. الأفانت هو طبعا، وإحنا عشان نكافح بصراحة بنروح على الأفانت، بنجيب الأفانت أو الكوراجين وبنخلطه مع صيبة مسرين أو مع لمبادة. تمام، هم هنا عاملين المادتين الفعالين في في الأبلينجو ده هو سانجينتا، بس بصراحة أنا لحد الوقت ما جابتش معايا نتيجة كويس. تمام، ده الحشري يا جماعة. طيب الحشري عندنا مركبين تانيين، اللمبادة أهيا. تمام، اللمبادة أهيا، دي لمبادة بس متعبية في عبوات كبيرة، لمبادة، وده صيبة مسرين، وطبعا بيكون عندك المصة عشان تطلع من البرميل ما تبهدلش نفسك او تعرض نفسك للمخاطر يعني. تمام، طيب نيجي بعد كده لمبيدات الأكروسية، ده الفلورامايت الامريكي، ده المركب ده بيشتغل كويس جدا على اطوار العنكبوت الاحمر، وده طبعا من الافضل الحاجات اللي هي بترش النهاردة وتجمع بكرة، مفيش فترة التحريم يوم واحد. تمام، يبقى التنظيم بتاعك اهوت، المغذيات لوحدها اهيا. تمام، جيت هنا على الحشري لوحده، جيت هنا على المبيدات الأكروسية أو مبيدات العناكب لوحدها، بحيث إن أنا تبقى الدنيا منظمة عندي كده هون، واللي مش قد الشغل ما يشتغلش. يعني أنت مهندس رحت لأي حد تشتغل عنده، صاحب عمل، الموفر لكش بيئة محترمة ومركبات محترمة، اطلع بكرامتك وما تعرضش نفسك للقيل والقال، دي كلمة بقولها لك من أخوك الكبير يعني. تمام، اللي قلنا الفلورامايد ده نسرابيا، ده جماعة على جميع أطوار العنكبوت الأحمر، ولكنه غالي جدا، وده كنا اتكلمنا عنه قبل كده فبلاش نتكلم عنه بعد كده. تمام، طيب هنا بقى طبعا الفرتيمك، وطبعا الفرتيمك كلنا عارفين الفرتيمك، وواحد 1.8 أبا مكتين، سايتو مكتين، ده أبا مكتين 5%، ده مركب كويس برضو، والتحريم بتاعه 3 أيام، فبينفعني جامد في قصة الخيار، وكمان الدوز بتاعه أو الجرعة بتكون في حدود 5%، فطبعا بتكون 200 سنتي على 1000 لتر، فطبعا حاجة كويسة جدا مهما كان حتى غالي الثمن، ولكنه طبعا الجرعة بتاعته قليلة. الدلتا مايك طبعا معروف ان هو زيه زي الفرتيمك، ولكنه بصراحة مش اللي هو يعني. تمام، نيجي على طبعا احنا كده المغذيات هي اتكلمنا عنها بسرعة، ودي العناصر دي الحشري اتكلمنا عنه، وده طبعا الأكروس اتكلمنا عنده، عندنا 1 2 3 4 5 مركب أكروسي، وفي الدانومايت ده أردني بس برضو كويس مش وحش يعني، ولكنه خفيف شوي. وعندنا طبعا الحشري 1 مركب، الأفانت، الرنر، الكواجين، الكوراجين، وطبعا عندنا الكونتور، وعندنا الفايدت. ده الاكواجين برو طبعا تكلمنا عنه، ده طبعا الفطري اكواجين برو، ده الميتا جولد، ده برضو بيض دقيقي. ده الاكواجين برو ده هو طبعا للزغبي وللندوات المتاخره. ده البيرفكيور بتاع شركه باير، وتوكيله في مصر تقريبا سام تريد، صح؟ وطبعا مركب كويس جدا يا جماعه، وهو بيتحط للاعفان بتاعه التربه، ولكن الجرعه بتاعته عاليه، وهو ثمنه غالي، فبنستخدمه ممكن في حالات البيض الزغبي كويس جدا. تمام، الانفينيتو برضو ندوه وبيض زغبي. البايفيدان ده مشكلته ان هو بترش بس في الاعمار الصغيره للنبات ضد البياض الدقيقي، وطبعا البايفيدان مشكلته يا جماعه ان هو فتره التحريم بتاعته عاليه جدا. الزامبرو ده مركب كويس جدا بصراحه، وممتاز جدا بالنسبه للبياض، بيعمل شغل جامد جدا جدا جدا، وكنت اتكلمت عنه قبل كده برضو. تمام، الفيلنت ده ثنائي الغرض، بياض دقيقي وبياض زغبي، ده بتاع شركه برضو شركه باير. تمام، ده بياض دقيقي وبياض زغبي، بيستخدم كوقائي وكعلاجي، ولكن
الجرعه بتاعته بس بتختلف، بتختلف لو انت لو وقائي بيبقى ب 15 جرام على ال 100 لتر، لو الذاكره تسعفني لو انت بتستخدمه كمبيد علاجي يبقى لازم تكون 25 جرام على ال 100 لتر مية. مركب التليدور شركة باير برضو ده محترم جدا بالنسبة الفينهكساميد اللي فيه مادة الفعالة، وده طبعا مبيد كويس جدا بالنسبة للبتريتوس او الاعفان بتاعه الثمار. تمام، ده مبيد نحاسي، واحنا عارفين ان النحاس بترش وقائي لاي حاجه مفيش اي مشكله منه. انترابلانت برضو ده مبيد كويس، احنا بنحطه بصراحه بالنسبه للتربه عشان الماده الفعاله بتاعه البروبلاند البروبنيب ده كويس برضو. الفاكوميل ده هو برضو بنستخدمه كميتالوسايت ميتالوكسايل، ده بنستخدمه بالنسبه للامراض الفطريه برضو. دي الليستة بتاعتنا اللي احنا بنستخدمها عشان تكون ناجح، يبقى لازم تكون قدامك الحاجات دهيا وبترتبها كويس كده هو، بحيث انك تدخل مخزنك وانت راجل فاهم وعارف كل حاجة موجودة فين. طالما ما عندكش امين مخازن او حاجة زي كده، حبينا بس نزورها ونعرفكم بيها، وعشان تكون ناجح لازم تتوفر لك. وزي ما قلت لك ما تظلمش نفسك، لو انت شغال في شركة او عند اي حد لو الحاجات دي مش متوفرة يبقى تشوف مصالحك وتبعد بعيد عنه احسن لك. يعني بتمنى ان احنا نكون استفدنا من المعلومة ديت. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.